ومن هنا وجهنا دعوات إلى من يعمدون إلى الاحتكار لإغلاء الأقوات على المصريين. نقول لهم: نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: المحتكر ملعون، المحتكر ملعون، ومن احتكر شيئا ليغليه على المسلمين فقد برأت ذمة الله منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعض الناس يسحبون السلع من الأسواق ويعملون على إشحاحها، أهل العلم وفي الأثر يحشر المحتكرون الذين يستغلون حاجات الناس، يحشر المحتكرون وقتلت الأنفس في درجة واحدة، لأن كليهما قتل على كل حال، هذا قتل بالإغلاء على الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أقوات الناس من طعام الناس ليغليه عليهم، سواء بالمبالغة في البيع في رفع الأسعار أم في التخزين والاحتكار، من دخل في شيء من أقوات الناس ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده في عظيم من النار يوم القيامة.